ونصل مشاهدينا إلى فقرة ضيف، ونستضيفها الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. أهلا وسهلا بك دكتور معنا. مساء الخير أستاذ زهراء، ومساء الخير لكل المشاهدين الكرام، خاصة لكينين في بيوتهم. الجميع تقريبا في بيوتهم الآن. طيب، هناك العديد من التدابير التي اتخذت، هناك إجراءات اقتصادية واجتماعية ربما تسير الآن السير الحسن، ما هي في اعتقادك؟ هي الإجراءات اللي اتخذت في المغرب كثيرة وهامة وكانت مدروسة، يعني صعيب في الحيز البسيط اللي غنكونوا فيه مع بعضياتنا باش نذكروها، ولكن من بعد مباشرة بعد التدابير اللي خذتهم لجنة اليقظة الاقتصادية اللي كانت كتاخذ من ذاك الصندوق ديال التدبير اللي حطوا ملك البلاد. هذا الصندوق عنده أهمية، كنا منتظرين منه واحد المبلغ، ولكن استجابة للتوجيهات الملكية والنداء الملكي فاقت بكثير الرقم اللي كنا منتظرينه، من 10 مليار درهم فتنا 30 مليار درهم. جات بلاغات من بعد هذا الشيء كلها من المؤسسات المعنية كتسهل أو كتطبق كتسهل تطبيق هذه الإجراءات، يعني صندوق الضمان الاجتماعي، وزارة المالية، الأبناك، الكونفدرالية ديال مقاولة المغرب وغير ذلك. المهم الأمور باش نلخصوها وباش نكونوا واضحين، كتهم كلهم الجهات اللي يمكن تضرر من هذا الفيروس ديال كورونا، يعني مقاولات صغيرة ولا متوسطة ولا مأجورين اللي توقفوا عن العمل، سواء كانوا منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي أو عندهم غير الرميد لأنهم كيشتغلوا في القطاع غير المهيكل أو ما عندهمش كاع الرميد، يعني كل الفئات والشرائح تستفد من الدعم، خاصة أن الفترة استثنائية جدا. نزيد على هذا الشيء أنه جات واحد التسهيلات مكملة، يعني كنقولوا من غير الدعم المادي المباشر جات واحد التسهيلات بحال سداد الديون، بحال ديال المقاولات ولا ديال المواطنين بدون رسوم بدون تكاليف غير ذلك، يعني جات أيضا فتح واحد الخطوط ائتمانية اللي بغى ياخذ قرض او المده من المدات او غير ذلك، والاعفاء من المستحقات بالنسبه للمقاولات ديال الضمان الاجتماعي وتاجيل الليزينغ، يعني كثيره بزاف، والقروض ديال السكن وديال الاستهلاك وتاجيل التصريح بالضرائب، هذا الشيء كثير. هاد التعويضات اللي راه تكلمتوا عليهم ما يكفي لا بالنسبه للناس المخرطين، لا بالنسبه للمقاولات ولا بالنسبه للناس المخرطين في الضمان الاجتماعي، ديك 1000 درهم حتى 2000، 1000 دابا و2000 من بعد حتى يعني ديال افريل وماي، بلا بالنسبه لدوك اللي خدام في القطاع الغير المهيكل ديك 800 درهم حسب عدد افراد العائله حتى 1200، لا بالنسبه للناس اللي ما مسجلينش اللي عندهم منصه الكترونيه. كل هذا الشيء كيجي باش ياكد اننا كنعيشوا حاليا تضامن اجتماعي كبير واهتمام كبير وتعبئه وطنيه، لا من مؤسسه محمد الخامس ولا من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه، ولكن متى ستنعكس هذه الإجراءات عمليا على المعيشة اليومي للمواطنين؟ هي بدأت بعد الأولى، بدأت أنا قلت باللي هذا الدعم المباشر والدعم غير المباشر والتضامن الاجتماعي والقروض الصغرى بالنسبة للناس الكساء، هي بدأت الملاحظة ديالها نحن علاش الهدف ديالها أشنو هو أصلا؟ الهدف ديالها طبعا الدعم ديال الناس والتخفيف من التداعيات، والهدف ديالها أيضا طمأنة المواطن بأن الوطن ما يمكنش ينسى ولاده وما يمكنش يتركهم عرضة للمتاعب. هادشي كامل اللي كنقولوا كاين انعكاسات. الاولى هو الاستبشار بعدا ديال المواطنين، لانهم كانوا كيعيشوا مرحله شك، مرحله تفاؤل، الان انتقلوا لواحد المرحله اخرى، واخا ما نشعروش بها احنا اللي كنتكلموا، انتقلوا لمرحله كيسولوا كيفاش ندوز ل 12، كيفاش نستافد من خلال المنصه الالكترونيه، بداو كيتسجلوا، بداو كينخرطوا، بداو كينتظروا التعويضات والمساعدات اللي يمكن تكون في الاسبوع المقبل. اذا مع هاد المعطيات كيشوفوا ايضا ان خوتهم ملتزمين، كينجحوا في انه كاين هذا الانخراط اللي هو كبير بزاف، وكاين ايضا انعكاسات واضحه على اثمنه المواد، على التوفر ديالها، على محاربه الاحتكار، الخضره موجوده، الفواكه موجوده، السكر موجود، الحليب بكثره وبوفره. هناك مراقبه كذلك للاسعار دكتور روماني. المراقبة والضرب على أيدي المحتكرين والضرب على أيدي المتلاعبين، وأيضا المراقبة الشديدة جدا، هذا أيضا كيساير هذه المرحلة كاملة. بلا ما ننسوا أنه حتى بعد الشركات ديال التوزيع ولا الصيدليات ولا غيرها اللي كانت واحد الفترة احتكرات دوك المطهرات والمعقمات وغير ذلك الصحية، الآن ما بقى عندهم ما يديروا بها غتبقى في عنقهم، معناه هما اللي خسروا هذه العملية، ما دام تبين أن الصابون هو أحسن مطهر
ومادام منعات الدولة تدير هذه الوسائل الخارج. وهناك كذلك أثمان محددة إضافة إلى المواجهة الشرسة مع هذا الفيروس، هناك طبعا تحديات اقتصادية مثيرة تفرض المرحلة، خاصة وأننا في وضعيات جفاف، ما هي الحلول المرتقبة أو الاستباقية لتدارك الأمر قبل فوتها؟ هذا سؤال هام بزاف على الله وجهارة، لأن السؤالين اللي دازوا كلهم كتهضروا عليهم يوميا من طبيعة الحال، ولكن هذا هام. المغرب كما كتعرفي من الاول ديال البديه فضل باش يحمي الارواح على حساب التوازنات الاقتصاديه. الوضعيه الان مزدوجه، ما يمكنش يعني لان فيها جفاف والقيمه المضافه ديال الفلاحه غتكون ضعيفه، ولكن فيها تداعيات اقتصاديه واجتماعيه ديال كورونا. الجفاف عندنا اليات باش نخفوا من تداعياته، ولكن هذا الهاجم الغريب هذا كورونا هذا ما كنعرفوا له لا راسه من رجليه، كيحصد كما كنعرفوه في الاقتصاد. لذا اهم شيء الان اللي خصنا نوصلوا له واللي نتفاداو به التداعيات المستقبليه والمرحله المقبله هو تشجيع الصناعه المحليه. انا غنلخصهم لك ببساطه ما دام شاد شي نقط قدامي. ولكن عندما تتحدث عن الصناعه المحليه في جو الاغلاق هذا كيف يستقيم الامر؟ الحمد لله اننا شفنا صناعات كتبزغ الان في الازمه، رب يعني وعد تكره شيئا وهو خير لك. تماما، رب ضاره نافعه. خصنا نشجعوا هاد الطاقات اللي بدات الان كنشوفوا هادو كيصوبوا الكمامات، هادو يصوبوا يعني ادويه، هادو يصوبوا الكول، هادو يصوبوا كذا، هاد المعقمات عفوا، هادو هاد الناس خصهم يشجعوا المستقبل لان مهن صغيره. صناعه التحويليه خصنا نشجعها، الصناعه التقليديه خصنا نهتموا بها، خصنا نمشيو للاستهلاك المحلي. يعني هاد الحمله اللي درنا ونشتنا فيها في المغرب خصها تواكبها من بعد الحمله ديال الاستهلاك المحلي والشراء من الداخل. فيه جوج الفوائد، الاولى نشجعوا صناعتنا باش تزدهر، والثانيه نحتفظوا على العمله الصعبه لان هذا مهم جدا، ونمشيو في المشروع الملكي الكبير ديال الانطلاقه اللي كيشجع المقاولات لان هذا حل صائب وهام جدا، ونمشيو في الاوراش ديال الطاقه البديله لان احنا وصلنا لها الان، ونمشيو في الدعم ديال الصحه والقطاعات الاجتماعيه لان عرفنا الان من قيمته، ونستافدوا حاليا من اثمنه النفط اللي وصلت لمستويات جد منخفضه، ونزيدوا قوة التضامن الداخلي لأن شفنا التعبئة، كنا منتظرين منها 10 المليار ديال الدرهم، شفناها شحال عطات ويمكن تعطي بزاف وكثر وكثر، المغاربة كيبغيو بلادهم. وشفنا ونمشيو أيضا وهذا مهم جدا نحو التخفيف بالمفاوضات بالتفاوض من الديون اللي عندنا اليوم. لالا جوهرة، نعم، واحد مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ديال الأمم المتحدة طالبوا وجهوا نداء باش 1.5 تريليون تخفض، اما تمشي للدعم ديال الدول الناميه، وطالبوا ايضا الجهات والابناك والبنك الدولي والصندوق النقد الدولي وذلك يدخلوا بقوه باش تخفيف الديون على هذه الدول باش تخرج. حنا كنتمنى تنجح جهودنا وهذا الشيء اللي كنمشيو ليه بالدراسه بالتحيين بالتوقع بالاستباق بغير ذلك، ولكن باليقظه الوطنيه. حنا شفنا الدوله كيفاش ما كتفرطش في ولادها، حنا شفنا كيفاش كل شيء فيق وكل شيء في الواجهه الاولى، الباقي راه موكل علينا في تاهيل الاقتصاد ديالنا ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم الدكتور عبد العزيز الروماني الخبير في الاقتصاد الاجتماعي والتضامن.